البانيه من اسهل الحاجات، بس مش بتظبط مع كل الناس. يعني هي اكله واسهل اكله ممكن كلنا نفكر نعمل النهارده فراخ بانيه، بس في ناس كتير ما بتظبطش معاهم، ما بتطلعش معاهم، متماسكه مقرمشه، تلاقيها فكه، تلاقيها شكلها طري، لونها غامق، حاجات كتيره قوي. طب ما يلا النهارده بقى نشوف هنعملها ازاي، نشوف تتبيلتها ونشوف ازاي هنعمل لها كفر حلو جدا تطلع معاكي ان شاء الله 10 على 10. يلا بينا نقول المقادير. مقاديرنا هتكون ايه؟ عندنا كيلو من صدور الفراخ، ويفضل تكون الشرايح شويه سميكه، مش عايزينها تبقى رقيقه زياده عن اللزوم عشان ما تنشفش اثناء التحمير. التتبيله بتاعتنا هتبقى علبتين من الزبادي، معلقتين كبار من الكاتشب، معلقه كبيره من الزعتر الناشف، ومعلقه كبيره من البصل البودر، معلقه صغيره من الثوم البودر، رشه حبهان بودر، وملح وفلفل اسود. التغطية بقى هتكون ايه؟ عندنا نص كوباية من الدقيق، كوباية من الكريسبي، وده متوفر جدا حتى عند العطارين. عندنا كمان نص كوباية من النشا، كوباية بقسماط مطحون، رشة توم باودر، ورشة بصل باودر، ملح وزيت غزير للقلي. وطبعا قدميها بقى براحتك مع بطاطس، كاتشب، اللي انتوا عايزينه. ويلا بينا بقى علشان نشوف التتبيلة. وزي ما انتم ملاحظين كده انا ما جبتش سيرة البيض خالص النهاردة. الطريقة دي سهلة وبسيطة ومن غير بيض، وهتديكي نتيجة بجد روعة. ولا نحط في دقيق ونشيل نحط في بيض وبعدين نرجع نحط في بقسماط، ولا الكلام ده كله، هي خطوة واحدة وهننجز على طول. تعالوا بينا يلا نبدأ نتبل. تتبيلتنا زي ما قلنا ايه؟ دي الزبادي. يفضل كمان المية بتاعت الزبادي دي ان انا اصفيها عشان ما تخليش التتبيلة بتاعتي سايلة، فهصفي اي مية زيادة. تمام، يبقى ادي الزبادي. وعندنا بقى كل البهارات اللي احنا قلنا عليها، البصل والثوم، معلقة من الكاتشب، لو مفيش كاتشب نقدر نحط شوية معلقة صغيرة بقى من الصلصة، معاها كده معلقة صغيرة من العسل. تمام، وادي الزعتر، احط كمان ايه ده، حبهان بودر، واجيب الملح والفلفل. زي ما انتم ملاحظين معايا كده التتبيله كلها مواد جافه، ما فيهاش حاجه سايله. زي ما قلنا مش عايزين حاجه تعمل لنا ايه سوائل كده في التتبيله، عايزينها تبقى ناشفه خالص. كمان الفراخ يفضل ان انا اغسلها كويس قوي، خلاص غسلناها وظبطناها بالخل وكل حاجه، احطها في مصفى عشان تصفي اي ميه فيها زياده، هنشفها بمناديل المطبخ، مش عايزه يبقى فيه ميه في الموضوع. هقلب التتبيله كويس قوي، بعد ما حطينا مكونات التتبيله مع بعض وضربناها كويس قوي، هبدا دلوقتي اخد قطع الفراخ اللي احنا مصفيينها ومنشفينها كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، ونحطها. عايزين الخلطه بتاعتنا تفضل سميكه. طب ايه السر في كده وان احنا مش عايزين اي سوائل تبقى في الخلطه، علشان الخلطه اللي احنا عاملينها والتتبيله دي تمسك على الفراخ بتاعتنا كويس قوي. هجيب معلقه اقلب بيها. طيب اقعد الفراخ في التتبيله دي قد ايه؟ يفضل ان انا احطها في الثلاجه بقى ساعتين كده على الاقل، هتديني نتيجه حلوه، هتتشرب تمام من الطعم وتديني نتيجه هايله قوي. خلاص كده اتاكدت ان كل القطع بقت متغلفه بالتتبيله الحلوه اللي احنا عملناها. تمام، هسيبها وابتدي اشتغل في الكفر او التغطيه اللي احنا بنغطي بيها وبنبني بيها البانيه. نبتدي نحط بس الكفر المكونات بتاعته على بعض. ادي البقسماط. عندي كمان هنا الكريسبي، النشا، عندنا كمان الدقيق. تمام، ادي الدقيق، يبقى احنا حطينا كله على بعضه. هحط كمان البصل بودر، الثوم البودر، وما تكتريش عشان كترهم بيخلي الكفر يسود اثناء التحمير. وما ننساش نتبل بملح وفلفل، وده هيبقى الكفر بتاعنا اللي هنغطي بيه قطع البانيه.
عشان تطلع معانا بقى كده ايه كريسبي وجميله جدا. يلا نقلبهم على بعض ونبدا نبني البانيه بتاعنا. الدقيق والنشا هيفتحولي اللون شويه، خاصة ان في نوعيات بقسماط في السوق مطحون كده بتبقى لونها صعب شوية، زي اللي انا شغالة بيه النهاردة ده لونه غامق قوي، فلو اشتغلت بيه لوحده هيطلع البانيه لونه مش حلو خالص، فلازم اضافة الدقيق والنشا بتدي لون حلو قوي للكفر. خلاص كده هبتدي اخد من البانيه اللي احنا تبلناه وسبناه في التتبيلة زي ما قلنا مش اقل من ساعتين من غير بيض بقى ولا اي حاجه خالص، هنا الزبادي هيغنيني عن الكلام ده كله. تمام، هاخد كده وعلى طول احط وابدا اضغط بقى كده. الضغطه دي مهمه جدا علشان يمسك قوي الكفر او الخلطه اللي على الوش دي تمسك في قطعه الفراخ. يلا بينا كده والناحيه الثانيه. طيب بعد ما اعمل كده يفضل ان انا اريح الكلام ده كله، الفراخ دي قطع الفراخ دي ترتاح في الفريزر مش اقل من نص ساعه قبل ما احمر. تمام، بعد ما نخلص ونحطها في الفريزر نص ساعه تعالوا بينا نبدا بقى نحمرها. احمر شويه كده على بال ما ترجعولي. زيت غزير على نار متوسطه. بصوا معايا كده قطعه البانيه مفيش الكفر ماسك عليها خالص، تمام زي الفل اهي مستويه. تعالوا نفتح حته كمان، بصوا من جوه الدنيا زي الفل مستوية وظريفة جدا. زي ما قلنا حاولي قطعة البانيه ما تجيبيهاش رؤية قوي، الرؤية قوي ده مجرد ان انت بتنزليه في الزيت وتحمريه بتلاقي بعد كده انك انت بتاكلي حاجة ملهاش طعم، بتبقى ناشفة جدا ما فيهاش نقول ايه ما فيهاش سمك ما فيهاش لحمة تتاكل، فيفضل ان السمك يكون الى حد ما يعني في سنة كده متوسط السمك. تمام، انا بحمر كمان اهو، وزي ما قلنا بعد ما نعمله بالبقسماط او بنعمله بالخلطه اللي احنا عملناها خلطه الكريسبي اللي على الوش يفضل ان احنا نحطه في الفريزر نص ساعه علشان يتشمع كويس، وبعدين بنحمره في زيت غزير والزيت يكون على درجه حراره متوسطه، الزيت يسخن ونسيبه على درجه حراره متوسطه، ما ينفعش احط اي نوع من البانيهات في زيت بارد، الزيت البارد بيخليه على طول على طول ينفش والكفر يبتدي يفك خالص من سواء كانت لحمه او فراخ. يلا بينا ده بدأ خلاص خد اللون، هبدأ اطلع. شايفين اللون عامل ازاي؟ قلنا بقى الاضافات اللي هتخليه طالع معاكي بالشكل ده. انا لو كنت اشتغلت على قد البقسماط بس مستحيل اللون يطلع بالشكل ده، اللون هتلاقيه طالع معاكي غامق يعني لونه مش حلو كده، واول ما تنزليه في الزيت هتلاقيه خد اللون على طول، ممكن كمان ما تلحقيش انك انت تسوي قطعه البانيه، فعشان كده إضافة الدقيق والنشا بيعملوا فرق كبير جدا في اللون وفي التسوية وكل حاجة. ده اللي احنا كنا مجهزينه وحاطينه في الفريزر. تمام، انا هبدأ اشتغل دلوقتي واحمر من اللي احنا عملناه دلوقتي وتبلناه مع بعض على الهواء من غير ما نحط في الفريزر ولا حاجة، عشان برضه اوريه لكم قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه بين التحميره والتحميره يعني انا شلت دلوقتي ما نزلش على طول، استني بس شويه كده الزيت يرجع يرد ويسخن تاني علشان اول ما تحطي برضه يتشمع ويتقفل وما يفكش منك. يعني ممكن تبقي انت بتعملي في البيت اول طاسه تطلع معاكي حلوه جدا تبداي تحمري بعديها تلاقيه بيفك، طب ايه نفس التتبيله نفس التغطيه نفس كل حاجه، هي المشكله بس انك انت لما جيتي تحطي تاني مره حطيتي والزيت لسه ما استعادش تاني الحراره المظبوطه بتاعته. تمام، هستنى كده يسخن وابتدي انزل بقى قطع البانيه التانيه اللي احنا لسه عاملينها مع بعض دلوقتي على طول. كفايه كده على قد بقى الطاسه، ده اللي احنا لسه عاملينه على الهوا ما حطيناهوش في الفريزر ولا حاجه، بس انا بعرفك برده ان لما تمشي الدنيا مظبوطه معاكي برده هيطلع ان شاء الله زي الفل. زي ما قلنا اهم حاجه الزيت يكون سخن غزير على نار متوسطه عشان يستوي معاكي والكفر ما يخرجش او ما يبعدش عن الفرن. بصوا ده البانيه اللي اتعمل على الهوا اهو واتبنى على الهوا ما اتحطش في الفريزر ولا حاجه، شغال وزي الفل. اهم حاجه ما تقعديش وهو في النار تقعدي تقلبي فيه كتير كتير، التقليب ده بيخلي برضو الكفر يسيبه ويمشي. تمام كده خلاص خلصنا تحمير.
النهارده تبلنا البانيه بتتبيله نقول ايه ما فيهاش اي سوائل، وحفظنا كمان ان صدور الفراخ تكون متوسطه السمك مش رقيقه، وكمان تكون مغسوله كويس ومتنشفه. تتبيلتنا كانت عباره عن علبتين زبادي شايلين منهم اي سوائل اي ميه يعني، معلقتين كبار من الكاتشب، معلقه كبيره من الزعتر، معلقه كبيره من البصل البودر، ومعلقه صغيره من الثوم البودر، رشه حبهان بودر، وملح وفلفل اسود. دي مقادير التتبيله. وبعدين هنسيبها نقلب بقى الفراخ في التتبيله دي ونسيبها على الاقل ساعتين. وبعدين هنبتدي نجهز التغطيه اللي هي كانت عباره عن نص كوبايه دقيق، كوبايه من الكريسبي، نص كوبايه نشا، كوبايه بقسماط مطحون، رشه ثوم بودر، ورشه بصل بودر، وملح، وطبعا زيت عشان نقلي فيه. قلبنا كل مكونات التغطيه مع بعض كويس قوي، وخدنا من البانيه اللي قعد في التتبيله، من الفراخ اللي قعدت في التتبيله مش اقل من ساعتين، وضغطناها كويس قوي قوي تمام، وحمرناها في زيت غزير سخن على نار متوسطه من غير تقليب كتير.